خليني اتكلم مع حضرتك في نقطه في غايه الاهميه يا جماعه. مفيش حد في مصر ما بيشتكيش من الحصوات الموجوده في الكلى والمثانه والكلام ده كله. دكتور نقطتين، النقطه الاولى ايه الاسباب اللي بتخلينا نوصل لمرحله الحصوات، وايه العادات او ايه النظام اللي احنا بنتبعه لتفادي كل ده؟ ازاي نحافظ على نفسنا وما نجيبش حصوات؟ تمام، عشان ايه الاسباب اللي بتحصل الاول؟ عشان تحصل حصوات هي مالتي فاكتوريال، يعني في عوامل كتيره وفيها صدف. ابرزها بقى يا دكتور. ابرزها العطش في الاساس، يعني المريض يفضل، الناس متعوده ان هي تعطش كتير جدا. اشرب الميه يا جماعه. دي رقم واحد، وبانتظام، يعني مش بس ان احنا نشرب زي ما قلت لحضرتك، في ناس بيجي يشرب ازازه ميه. الناس بتاخد الازازه كلها مره واحده. ويقعد ده دي راح، دي نزلت في الجهاز. ملهاش اي قيمه كده خلاص. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين الملح، برضو الصوديوم تاني، الصوديوم ده ابو الحصوات. والكولا والصودا والكلام ده كله. تمام. رقم ثلاثة بالظبط، بعض المواد الغذائية اللي بناخدها. تمام. رقم بقى أربعة، ودي مهمة، في حاجات مرتبطة بكل سن، يعني من الناس الكبيرة مثلا عندهم يوريك أسيد اللي هو النقرس، أنت باستمرار تقيس اليوريك أسيد ده، لأن ده النوايا اللي بتكون لك حصوات. خلاص، النوايا اللي الحصوات اليوريك أسيد. اليوريك أسيد ده مصدر أساسي في تكوين أغلب الحصوات، بس هو بيكتر قوي في السن الكبيرة، فدايما الناس الكبيرة في السن يا جماعة قيس اليوريك أسيد كل سنة أو كل ست شهور، شوف لو عيلي ابدأ خد علاجك. ده رقم، دي حاجه برده من الحاجات المهمه. في ناس بقى بيتعرضوا لعوامل اضافيه، يعني مثلا حد بيشتغل في الشمس او في الحر، فده بيعرق كتير، حتى لو بيشرب هو مش واخد باله بيكون حصوات. خلاص، المفروض ان العرق لما بينزل بيبقى فيه تعويض بشرب الميه. بالظبط. تمام. طيب مين معرض بقى اكتر لتكوين حصوات؟ اللي كون مره ده معرض انه يكون اكتر، يكون كتير. يعني خلاص؟ لو كون وتعالج عرضه جدا يرجع تاني يكون، محتاج يمشي على نظم محترمه او نظام صارم. النقطه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها هي ازاي نتجنب تكوين حصوات. هنعكس اللي احنا قلناه، نشرب ميه كويس، نقلل الملح، نظبط الدنيا. طيب.